هذا وأعلنت اللجنة الإعلامية للانتخابات التكميلية 2024 عن المراكز الفرعية والعامة التي يستطيع الناخب في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق التوجه إليها في يوم التصويت غدا السبت للإدلاء بصوته. كما شددت اللجنة الإعلامية على ضرورة إحضار جواز السفر وبطاقة الهوية لإتمام عمليات التصويت. تصويت في يوم الانتخاب التكميلي للدائرة الأولى بمحافظة المحرق. عزيزتي الناخبة، عزيزي الناخب في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، في يوم الانتخاب يمكنك أن تصوت في المركز الفرعي التابع لدائرتك في مدرسة لبسيتين الإعدادية للبنات، كما يمكنك التصويت في أي من المراكز العامة البالغ عددها 2، وهما كالآتي: اللجنة الأولى ومقرها مطار البحرين الدولي، اللجنة الثانية ومقرها مجمع السيف التجاري. وتأكد في يوم الانتخاب من إحضار جواز سفرك وبطاقة هويتك.